مناسباتنا السعيدة ما بتكمل إلا على السفرة الطيبة. الشيف جوزيف اليوم رح يعطينا أفكار شهية لنزين فيها سفرتنا مناسباتنا السعيدة. هاي شيف. هاي ملك، كيفك اليوم؟ مشكور لك، كيف صحتك؟ الحمد لله. شو اليوم حلقتنا حلوة؟ اليوم حلقات المناسبات الخاصة. حنعمل هيك وصفة بجملوا طاولة سفرتنا. يعني من أنحاء العالم، من أنحاء العالم. حنعمل أول وحدة اللي هي بودينج، تنعمل بالإجمال بس تنعمل على البخار. حلو. عادة البودينج بينعمل بالفرن، أما بينعملوا مغليين على النار في كذا طريقة. هيدي بودينج إنجليزية بتنعمل مناسبات الأعياد. حنعملها على البخار، حنفاجئك تنعمل على ستيم، بينحط بقلب طنجره يعني مع مي وتنسكر عليها لتنضبخ. اوكي. تقريبا بتاخذ كثير وقت، اكيد خلال الحلقه مطمن عليها يعني مشو كيف وضعها. هلا اول شيء حناخذ جات. يلا. حناخذ زبده. مثل ما بنعمل تقريبا المافن. اوكي. زبدة تكون روم تمبرتشر. روم تمبرتشر، مدهرينها قبل بوقت من البرد. هشيل عنها بزيت. يعني على القد عطيتنا 100%. أكيد الوصفة موجودة على ال ما أكيد طبعاً الوصفة موجودة على الويب سايت للي حابب يعمل مافن على البخار. 100%. جديدة هيدي. بودينج. بودينج، جديدة هيدي يا شيف. هلا هي كثير مشهوره باوروبا، بنعمل يعني بالاعياد باوروبا. بتعمل كثير. شويه سكر. اوكي. هلا حنضرب هذا الميكس لنعمله كريم على ال بدنا نعمله يعني زبده مع السكر يصير مثل الكريم. حناخذ المشين. يلا. ها نضربهم. يلا. شوي شوي بيذوب السكر مع الزبده. اوكي. حناخد بيضة. اوكي. كمان نخلطهم. مية مية. لهدي معك. البيضة فينا نخفها قبل كم حتى دغري. اوكي. نخفها مزبوط بعد شوي. هيدي صارت مثل الكريمة. هودي مثل الكريم. نشيل هو الحب تبعه. لأنه فات زبدة هي فات دهون. ايه؟ والبيض فيها صفار الدهون مع البياض، حيعملوا هالكريم مثل ما شفناها هلا. حلو. كريمي. هلا حناخذ نبلش نحط الباقي المواد فيها. يلي هن. حناخذ كوب طحين. كوب كعك. كعك مطحون. 100%. حلو. حناخد بيكنج باودر، نحط تقريبا ملعقتين. لا زدنا البيكنج باودر لا ينفخ مزبوط معنا. اوكي. حنحط معهم كرز ناشف.